ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد فضل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة على سائر الأمم وجعلها خير الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إن هذه الأمة أمة الإسلام، هي الأمة الباقية المنصورة إلى قيام الساعة، لا تجتمع على ضلالة أبدا، تحمل ميراث النبوة، وهي الأمة الكريمة على ربها سبحانه، والعظيمة عند معبودها، والمفضلة عند الله يوم بعثها. لقد اختص الله تعالى هذه الأمة في الآخرة بخصائص كثيرة لم تعطها غيرها من الأمم، وفي ذلك تشريف وتكريم لنبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سيد الأولين والآخرين، الذي ضحى بكل ما لديه في سبيل هدايتها والأخذ بيدها إلى ما فيه عزها ومجدها في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، إن من خصائص أمة الإسلام في الآخرة أنها الأمة الوسط، وهي الشهيدة على الأمم. قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. في صحيح البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي ربي. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمته، فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. عباد الله، ومن خصائص أمة الإسلام في الآخرة أنها أول من يجتاز الصراط ويدخل الجنة، جعلني الله وإياكم من أهل الجنة. فمما أكرم الله تعالى به هذه الأمة ونبيها أن جعلهم أول من يجتاز الصراط. في صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. ومما شرفت به هذه الأمة يوم القيامة أنهم الآخرون السابقون يوم القيامة. في صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وآله وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أي الآخرون زماناً، الأولون منزلةً. في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. قال ابن حجر رحمه الله: والمراد أن هذه الأمة وإن تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية فهي سابقة لهم في الآخرة، بأنهم أول من يحشر، وأول من يحاسب، وأول من يقضى بينهم، وأول من يدخل الجنة. أيها المسلمون، ومما كرمت به هذه الأمة في الآخرة أنهم يأتون يوم القيامة
غرًّا محجَّلين من آثار الوضوء، وهو النور والبياض في الجبهة وفي اليدين والرجلين من مواضع أعضاء الوضوء. في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يوم القيامة يأتون غرًّا محجَّلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ومن خصائص أمة الإسلام في الآخرة زيادة الثواب مع قلة العمل، فيعطيها الله تعالى من الثواب أكثر مما يعطي غيرها من الأمم السابقة، مع أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أقصرهم أعمارا. في صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل التوراة والإنجيل فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطاً، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطاً، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين، فقال أهل الكتابين: أي ربنا، أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطاً قيراطاً ونحن أكثر عملاً؟ قال الله عز وجل: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء. أيها المسلمون، ومن خصائص أمة الإسلام في الآخرة كثرة الشفاعات في أمته صلى الله عليه وآله وسلم، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بهذا. في الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي من يشفع للفئام من الناس، وهم الجماعة الكثيرة، ومنهم من يشفع للقبيلة، ومنهم من يشفع للعصبة، ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخل الجنة. وإن مما فضلت به هذه الأمة في الآخرة أيضاً انفرادها بدخول الباب الأيمن من الجنة. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة، حتى قال: فأنطلق فآتي تحت العرش فأخر ساجداً لربي، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطه، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمتي، يا رب أمتي، يا رب أمتي، فيقول: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. أمة الإسلام هم أكثر أهل الجنة عددا، أمة الإسلام هم أكثر أهل الجنة عددا. في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ألا لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد. أتحبون أنكم ربع أهل الجنة؟ فقلنا: نعم يا رسول الله. قال: أتحبون أن تكون ثلث أهل الجنة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. وجاء في سنن الترمذي من قوله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من هذه الأمة، و40 من سائر الأمم. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل الجنة، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه،
إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، وبعد أن عرفنا نعمة الله تعالى على هذه الأمة بأن خصها بهذه الخصائص في الآخرة، فلا بد أن نستفيد من ذلك بعض الأمور. أولاً، أن يعتز المسلم بدينه، وأن يفرح بأنه من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه نعمة عظيمة أن جعلنا الله تعالى من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يجعلنا يهوداً أو نصارى أو مجوساً أو عباد بقر أو عباد نار، فلله الحمد والفضل والمنة. ثانياً، أن نتمسك بهذا الدين العظيم ونعض عليه بالنواجذ، فهو رأس مال الإنسان، الدين رأس المال، فاستمسك به، فضياعه من أكبر الخسران. ومن التمسك بهذا الدين الائتمار بأوامره والاجتناب لنواهيه، وأن تكون الاستجابة فورية دون شك ولا ريب، مصداقاً لقول الله سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وامتثالاً لقول الله سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً. ثالثاً، إن معرفة خصائص أمة الإسلام في الآخرة تزيدنا يقيناً بيوم القيامة، فيجب الاستعداد لهذا اليوم العظيم بالإيمان والعمل الصالح، فليست معرفة اليوم الآخر معرفة نظرية، بل لا بد من الاستعداد له اعتقاداً وقولاً وعملاً. في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: متى الساعة؟ قال عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء، إلا إني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أنت مع من أحببت. رابعاً، معرفة فضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحرصه وشفقته على أمته، وفي ذلك فائدة عظيمة، وهي محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم محبة صادقة تقتضي صدق الاتباع. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقاً لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ومن ذلك الإكثار من الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام حتى ننال شفاعته يوم القيامة، وخصوصاً في يوم الجمعة. قال عليه الصلاة والسلام: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، وحط بها عنه عشر سيئات، ورفعه بها عشر درجات. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين.
اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اهدهم سبل السلام، وهيئ لهم البطانة الصالحة. اللهم وفقهم لتطبيق كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.